السلام عليكم. توقت قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي والقناة المتناقلة لهذه القرعة أبرز المتأهلين لدور مجموعة دوري أبطال أفريقيا: الرجاء والجيش الملكي والأهلي وبيراميدز ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد والهلال والترجي وصن داونز ومازيمبي. أبرز المتأهلين لدور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي: نهضة بركان والزمالك وشباب قسطنطينة وصفاقسي واتحاد الجزائر. وستجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 في حدود الساعة 10:30 صباحا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 12:30 ظهرا بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه القرعة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.